أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم عندنا جريدة الأنباء 30 ديسمبر 1981. 1981 30 ديسمبر، يعني رأس السنة. صفحة الرياضية عامرة ما شاء الله. هؤلاء أفضل الرياضيين عام 1981. أنا راح أقول أسماءهم وأنت عاد بفهد أبيك يعني تعلق على الأسماء. فيصل الدخيل، هذا صورته، أبي المخرج يعرض الصور. ملك الكرة الكويتية كابتن فيصل الدخيل، سنة 81 كانت له بصمة على مستوى المنتخب الكويتي بالوصول لكأس العالم، وأيضا سنة 80 أخذنا كأس آسيا. الكابتن فيصل الدخيل نجم مميز من نجوم الكرة الكويتية في تلك الفترة، شكل ثنائي صعب مع الكابتن جاسم يعقوب على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب وعلى مستوى آسيا. طبعا هذا أعلنت لجنة التخطيط والمتابعة في اللجنة الأولمبية أسماء أفضل 11 رياضيا لموسم 81 بعد اجتماع أمس اللي عقدته برئاسة عيسى عبد الله أمين سر اللجنة الأولمبية بحضور دكتور فؤاد فلاح الفلاح، أحمد الرومي، عبد العزيز الرقم، ورجب معيوف. فقد وقع اختيار اللجنة على اللاعبين التالية أسماءهم بعد دراسة ومناقشة مستفيضة: كرة القدم فيصل الدخيل، عبد العزيز العنبري، حلو، محبوب جمعة، حلو، عبد الله بلوشي، هذيل فهد. شنو كرة القدم اللي هم طبعا فيصل الدخيل، عبد العزيز العنبري، محبوب جمعة، عبد الله بلوشي. الجودو عبد اللطيف رزيحان ومحمد غريب وسعد ملفي. ألعاب القوة محمد الزنكوي وخالد خليفة. كرة اليد مساعد الرندي. مساعد الرندي. كرة الطائرة علي شعيب. طبعا وتحدث عيسى عبد الله اللي هو قلنا أمين سر اللجنة الأولمبية عن الأسس اللي تم اختيار لاعبين بناء عليها، وأوضح أن اللجنة اتفقت على أن المستوى الفني كرة السلة ما في. كرة السلة لا ما في، عرف شلون؟ هني هاي طبعا فيصل الدخيل، محمد الزنكوي، علي شعيب، عنبري، زيحان، هذه صور طبعا لاعبين اللي تم اختيارهم: سعد ملفي، خالد خليفة، محمد قريب. تشكيل المنتخبات الجامعية وبرنامج اللقاءات الرياضية في ماليزيا. طبعا أعلنت إدارة الإشراف الرياضي بجامعة الكويت أسماء الوفد الرياضي المشارك في رحلة نصف العام الدراسي إلى ماليزيا، ويضم 76 عضوا. وقد نشرنا أمس أسماء المدربين. يتكون فريق كرة القدم من لاعبين: أحمد دشتي، يوسف عبد الرزاق، عيسى يونس، عادل محمد، عيد مناع، خالد الخميس، عماد القريش، بدر عبد الجليل. بدر طبعا المدرب المعروف، صحيح، منسق الإعلام، منسق التدريب عندنا. حيلان ملفي، كريم حربي، طلاع محمد بديحان، عبد الله غريب، فوزي المشيمي، حسين الجلاف، عباس حيدر، عايد الروضان، غانم ثقيل، ومجيد جعفر. هذه صورة لأسعد البنوان اللي هو طبعا راح معاهم كرة السلة. أسعد البنوان رئيس نادي الكويت، نعم. رئيس نادي كاظم حاليا، ونجم منتخب الكويت ونادي كاظم من كرة السلة. أحمد دشتي ترى قولتيهم مدرب حراس كان نادي يرموك. أحمد دشتي صحيح. هذا صورة لبدر عبد الجليل، وهذه صورة لكريم حربي. كريم حربي مهاجم نادي الكويت. نعم. طبعا الزملاء كتبوا، الزميل رستم باقر كتب: هذه الخاطرة مبروك بمناسبة وصول منتخب الكويت للأدوار النهائية لكأس العالم، وذلك في جريدة العرب القطرية، وفيما يلي نفس الخاطرة: من القلب نرفعها تهنئة لمنتخب الكويت الوطني لكرة القدم لوصوله إلى نهائيات كأس العالم في أسبانيا لأول مرة في تاريخه الكروي، فقد سعدنا جميعا بهذا الإنجاز اللي حققه منتخب الكويت الشقيق الذي جاء بعد تخطيط رائع وضعه الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ فهد الأحمد. هذا الإنجاز إحدى ثمرات هذا التخطيط والجهد المبذول، فبعد أن فازت الكويت بدورة الخليج 4 مرات انطلقت للمجال الآسيوي، فنافست على بطولة آسيا عام 76 وخسرت في النهائي، ثم فازت بالبطولة عام 1980، واستطاع الوصول إلى أولمبياد موسكو محققة قفزة جديدة في المجال الدولي. وبعد أن فشل الفريق في تخطي تصفيات كأس العالم السابقة والتي مثل آسيا فيها منتخب إيران، ها هو اليوم ينجح في تحقيق ما فشل فيه بالأمس، ويصدر مجموعات آسيا برصيد 8 نقاط دون منازع، رغم أنه بقيت لهم مباراة واحدة، ولكنها لا تؤثر
على موقفه في صدارة مجموعة آسيا لينطلق إلى المستوى العالمي وفي قمة مسابقات كرة القدم العالمية وهي كأس العالم. فمبروك الفريق الكويتي الشقيق هذا الإنجاز الكبير. أبو غازي إيش رأيك نطلع فاصل فضل. وبعدين نتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. احنا كنا نتكلم في البارت الأول مع جريدة الأنباء في 30 ديسمبر 1981. طبعا زيكو يفوز بلقب أفضل لاعب برازيلي. حصل لاعب نادي فلامينغو منتخب برازيل زيكو على لقب أفضل لاعب في البرازيل الموسم الماضي في الاستفتاء اللي أجرته مجلة بلاكار رياضية واسعة الانتشار. حصل زيكو على 3 أصوات تقريبا مجموع 8552 صوت، تلا زميله في الفريق البرازيلي ولاعب نادي ساو باولو لوزينو برصيد 5198 صوت، وجاء ريتانو لاعب ساو باولو في المركز الثالث برصيد 4797 صوت. عندنا كذلك خبر بوسكندر ينفي مشاركة دراف بتدريب كاظمة. نفى حسين بوسكندر مدير كرة السلة بنادي كاظمة أن يكون دراف بانك مدرب منتخب الكويت الوطني قد قام في أي يوم من الأيام بتدريب فريق النادي سراً أو علانية، وأكد أن مدرب الفريق سعود عبد الله هو من أكفأ مدربين الشباب وحقق نجاحاً كبيراً في عمله. هذا طبعاً بالنسبة لي تصريح حسين بوسكندر. دعوة حسين بوسكندر أحد رجالات نادي كاظمة، طبعاً استلم أمانة السر يعني يعتقد بأول الثمانينات وهو طول فيها صراحة. دعوة الشيخ فهد الأحمد ورؤساء الاتحادات لزيارة بغداد وإجراء مباحثات رياضية، هذا خبر. كذلك عندنا كذلك خبر هنا، القادسية يحافظ على صدارة بطولة الأشبال للقوة وصالح مهدي سجل رقما جديدا للثلاثي. الكويت يفوز على الساحل 2-1 في دوري كرة القدم. هذا صورة جبار عبد القدوس يشترك مع عايض بالرأس. تقدم الكويت عايض عبد الله تقدم الكويت خطوة الأمام في نهاية القسم الأول من الدوري العام لكرة القدم بعد فوزه على الساحل 2-1 حيث أصبح رصيده 16 نقطة بينما ظل رصيد الساحل 9 نقاط، وذلك بعد المباراة جرت بينهم أمس على استاد نادي الكويت. وكان الشوط الأول انتهى لصالح الكويت 2-0، سجلهما محمد فرج في الدقيقة 16 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 36 وسجل هدف الساحل الوحيد سيف محمد. طبعا هني المسابقات بالذات الدوري ابو غازي وكاس نعم. الامير اقيمت بدون لعيبه المنتخب، يعني موسم 81 82 لعيبه المنتخب ما شاركوا نعم. مع 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 شو اسمه مع فرقهم في الدوري ما شاركوا، لا ما شاركوا يلعبون نعم. بدون لعيبه المنتخب نعم، ولكن يمكن الصف الثاني بذاك الوقت ابو فهد اي طبعا تتكلم يعني القادسيه كان يلعب يعني بدون فيصل وجاسم، لكن في عبد العزيز حسين وفي متعب الذاير محمد الذاير وفي نجوم يعني العربي نفس الطريقة بدون بلوشي ومحمد كرم وعسكر وسامي، لكن موجود مجموعة من اللاعبين عدنان عبد الله عبد العزيز مطوع عمبر سعيد أحمد خلف حسن عاشور رحمة الله عليه، كان مجموعة من اللاعبين نعم. طبعا الهند تهزم ماليزيا 6-2 في الهوكي. منتخب العراق يعسكر في اليوغوسلافيا استعدادا لدورة الخليج السادسة. يدخل منتخب العراق الوطني لكرة القدم في 12 من الشهر المقبل معسكرا تدريبيا بغزافيا لمدة شهر استعدادا لبطولة الخليج العربي السادسة بكرة القدم التي ستقام في أبوظبي، يعني ويضم الوفد اللي أعلن عن تشكيلة أمس 5 مدربين وإداريين 31 لاعبا. صدنا التجوري بغازي، تعرف حمد الهرشاني؟ ايه احمد سيف الهرشاني، هذه صوره عضو مجلس امه الهرشاني وكان رئيس نادي الصبيخات، يقول هذه صوره الهرشاني لا عقوبات والنادي مفتوح للجميع. طبعا تحدث حمد الهرشاني رئيس نادي الصبيخات الى الانباء ردا على سؤال حول اوضاع النادي، فقال نادي ابواب مفتوحه لكل لاعبين ومشرفين الاعضاء، ولن تتخذ اي قرارات ضد اي شخص، ومن يريد ان يشاركنا تحمل المسؤوليه فاهلا به، ولا اعتقد ان هناك عذر لاحد. هذا صورة جميلة لحمد هرشاني، حقيقة دائما مبتسم
طبعا مع الصورة الجميلة دائما قلبه مفتوح للجميع. طبعا مع الصورة الجميلة لل سيد حمد الهرشاني، حمد سيف الهرشاني رئيس نادي الصبيخات وعضو مجلس الأمة الحالي. نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي، تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.